السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخ سليم متفرج على قناة جيم أريبيا. ده معانا محرك ألعاب، تمام. مش مقصود بإن أنت تعمل ألعاب، أنت ممكن تشتغل برضه فيه بالبيم، يعني تعمل مثلا موديل كامل على أي برنامج من برامج البيم، وبعد كده تدخله على محرك الألعاب دوت، تمام، وتبدأ تظبطه بحيث إن الشخص يبدأ يمشي بالزراير، ولما يقرب من حاجة تتفتح، ففيها شغل انتراكتيف أقوى بكتير من الشغل العادي. الميزة في البرنامج دوت اللي هو بينافس يونيتي وبينافس انريل ان هو اوبن سورس، فهو مجاني تماما، سواء اشتغلت لوحدك او اشتغلت مع فريق مجاني تماما. هو سهل جدا في البرمجة بتاعته، ممكن تبرمجه بلغة خاصة بيه او اللي هي جي دي سكريبت او بالسي شارب او بالسي بلس بلس او بالفيجوال سكريبتنج. الموقع هو تيجي تقول له داونلود، فبيقول لك انا عندي في بيشتغل على لينكس وبيشتغل على ماكنتوش وبيشتغل على الويندوز وبيشتغل على سيرفر. الساند فيرجن ده هتلاقي فيه لغه البرمجه العاديه، المونو فيرجن ده بيدعم السي شارب وبيدعم السي بلس بلس، وريكويرمنت ان انت يبقى عندك اوبن جي ال، فانت بتختار النسخه بتاعتك. لو انت شغال على ماكنتوش تقدر تختار ماكنتوش وتعمل داونلود. انا في الويندوز تختار 64 بيبدأ هو التصطيب، أو تختار المونو لو أنت عايز تبرمج على السي شارب. طيب بعد ما بتصطب الواجهة بتاعته بالشكل دوت. هنا دي مساحة العمل سواء 2D أو 3D، تبدأ تشوف 3D أو سكريبت، تبدأ تكتب السكريبت اللي أنت عايزه، أو أز بيلت دي اللي هي اللايبراري بتاعتك أو الحاجات اللي بيبقى فيها، تقدر تنزل ملف معين مثلا شخص مثلا معين هيمشي معاك، وكل الحاجات دي تقريبا كلها مجانية. ده سين، ده المشهد بتاعك، تقدر تيجي هنا بحيث تحدد مثلا هيبقى موجود في أي جزء من الشاشة، يعني ممكن تقول له خليه لي الناحية التانية مثلا، فيتنقل الناحية دي وهكذا. دي مساحة العمل، تقدر تعمل روتيت أو موف زي ما أنت عايز، تقدر تبدأ تنقل. هنا هتلاقي دي مكتبة مابس، تقدر تحط اللي أنت عايزه، وده الفايل سيستم بتاعك، هتلاقي فيه الصور اللي انت مستخدمها. ممكن تيجي هنا تقول له نيو سين، تضيف اكتر من لقطة موجودة للبرنامج.